أنا حاسس إن ورا الموضوع هذا نصيب يعني متفاهم يا محمود؟ إيش يتخلص مني؟ بس بتحملكم المسؤولية على فكرة. أمنع كلام. محمود، أنا حاسس الطبخة هذه إن الطبخة علشانك والله. ولا أسألك بالله، يطلع لك أمر الإفراج من غير ما تجري بعدهم ليش؟ يفتحوا باب الزنزانة، يخلوا عساكر من الطوارد، في إنا في حاجة إيش تعملوا لنا؟ يعلم الله إيش من سر داخلك إيش يدفنون معك. يا أخي لا في لا سر ولا شيء، طلع من راسي أنت زيد.